بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بمشيئة الله عز وجل اليوم بقراءة حديث جابر بن عبد الله الذي أورده الحافظ في بلوغ المرام، وما يتبع ذلك من الأحاديث بمشيئة الله عز وجل، وننهي إن شاء الله هذا الباب كاملا أو الكتاب كاملا اليوم وغدا، أسأل الله عز وجل الإعانة. نعم. باب صفة الحج ودخول مكة. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الحج ودخول مكة، هذا التبويب من المصنف رحمه الله تعالى تبع فيه الفقهاء، إذ الفقهاء من عادتهم أنهم يريدون بابا في صفة الحج، ويذكرون في هذا الباب أي باب صفة الحج كل ما جاء في صفة الحج من الواجبات والمندوبات معا، فإذا أنهوا ذكر صفة الحج أعقبوا ذلك بذكر الركن فيه والواجب منه، وأن ما زاد على الركن والواجب فإنه يكون مندوبا إليه. وهذه هي فائدة دائما عقد باب بمعنى صفة الحج، ومثله يقال أيضا في صفة الصلاة. وقوله ودخول مكة تحتمل أمرين، أن تكون معطوفة على الصفة فيكون باب صفة الحج وباب دخول مكة، ويحتمل أن يكون معطوفا على الحج فيكون المعنى باب صفة دخول مكة، لأن دخول مكة لها صفة واجبة وصفة مندوبة. أما الصفة الواجبة فالمذهب أنه لا يجوز دخول مكة إلا أن يكون المرء محرما، إلا لمن استثني له الدخول كمن تكرر دخوله إليها أو كان مكيا ونحو ذلك. وأما الصفة الواجبة فإنه سيأتي معنا إن شاء الله الموضع الذي يستحب دخول مكة عن طريقه. نعم، اقرأ الحديث كاملا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء حل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، اختار المصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ ابن حجر رواية مسلم له، وقد اختصر الحافظ كثيرا من ألفاظه، فحذف بعض الألفاظ الموجودة في الصحيح لأسباب، منها أن تكون بعض تلك الألفاظ مما لا تعلق له بأحكام الحج، كقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن العباس، أو لأنها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها فلم يرى أنها ذات أحكام وإنما هي مواعظ عامة. وسنشير لبعض ما حذفه الحافظ من لفظ مسلم. وهذا الحديث، حديث جابر، من الأحاديث العظيمة، بل هو عمدة كتاب الحج. ولذلك يقول الشيخ شمس الدين الزركشي رحمه الله تعالى: إن حديث جابر حديث عظيم يعرف به غالب أحكام المناسك، فأغلب أحكام المناسك المرد والمرجع والمستند فيها هو حديث جابر رضي الله عنه. كما أن الأصوليين اعتمدوا على حديث جابر في التمثيل لكثير من أحكام الأصولية والقواعد الكلية، وأخص من ذلك قاعدتين. القاعدة الأولى المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، منها ما هو جبلي ومنها ما هو عادي باعتباره من العرب في ذلك الزمان، ومنها ما هو بيان لحكم فيأخذ حكم المبين، ومنها ما هو مطلق فيكون دائرا بين الندب والوجوب. وكل هذه الأنواع الأربع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حكى جابر رضي الله عنه بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج. إذن فأعظم مثال للدلالة على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر. كما أن حديث جابر رضي الله عنه كثيرا ما يريده الأصوليون في الاستدلال على مسألة جواز تقطيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سأشير لنكتة فيها، وهو أن جابرا رضي الله عنه لما روى حديثه قطعه هو، ثم قطعه وجزأه النقلة والرواة عنه. ولذا فإنه يوجد في بعض الكتب ما لا يوجد في غيرها، بل إن حديث جابر اختلف الرواة عنه في بعض ألفاظه اختلافا يؤدي إلى التضاد أحيانا. ولذا عني العلماء قديما وحديثا بجمع طرق حديث جابر رضي الله عنه، والمصنف وهو الحافظ ابن حجر اعتمد على لفظ مسلم باعتبار أن مسلما رحمه الله تعالى تميز في صحيحه بأنه لم يكن يقطع الأحاديث، وكان معنيا بذكر الأحاديث وبالألفاظ كما هي، حتى إنه كان يعنى بنقل اللفظ عمن يضبط النقل من الرواة، أي من شيوخ مسلم ومن قبلهم. وهذه ميزة في مسلم كما يعرفه من قارن بينه، أو كما يذكره من قارن بينه وبين البخاري. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم كبير، حتى قيل إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جاوزوا 100,000، كذا ذكر الحافظ في مقدمة الإصابة، واستدل به على أن عدد الصحابة عددهم كبير جم، وهو لم يورد في كتابه الإصابة إلا اسم 10,000، بل أقل من ذلك حسب ترقيم المحققين. وهذا يدلنا على أن عددا كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم
لم يصلنا اسمهم ولم نعرف من خبرهم شيئا. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو الميقات الذي كان جنوب المدينة وأصبح الآن جزءا منها. وقول جابر رضي الله عنه حتى أتينا، أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة، وهو الميقات الذي أحرم منه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجابرا باتوا بها، فقد قال جابر رضي الله عنه وبتنا بها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة. وهذا من الأفعال الجبلية التي لا يستحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها وافقت وقت مبيت ونوم، لا أنه يستحب المبيت في ذي الحليفة. وقول جابر رضي الله عنه أتينا ذا الحليفة، ثم ذكر بعد ذلك الإحرام. هنا مسألة مهمة فقهية يريدها فقهاؤنا، وهي مسألة الإحرام من الميقات المكاني. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الإحرام له ثلاثة أحوال، إما من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات، وأعني بالميقات الميقات المكاني. فأما الإحرام من الميقات المكاني فإنه واجب ومستحب معا، واجب باعتبار أنه يحرم تأخيره، ومستحب باعتبار أنه يستحب منه وألا يقدم عليه. إذن هذا ما يتعلق بالإحرام من نفس الميقات، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو المستحب. وأما الإحرام بعده فإنه منهي عنه، ويترتب على النهي عنه أي الإحرام بعد الميقات المكاني أنه يلزم من أحرم دون الميقات فدية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في موطأ مالك: من ترك نسكا فعليه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، فدل على أنها نسكا، على أنها نسك أي أنها واجب. الحالة الثالثة وهو الإحرام قبل الميقات، بأن يحرم من بلدته كمن يحرم من الرياض أو نحو ذلك. فمشهور المذهب كما نقله في الكشاف أن الإحرام قبل الميقات مكروه، والرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه مباح فلا يكره ولا يستحب، فيكون من مستوي الطرفين، ولكن الأولى والأفضل الإحرام من الميقات، لأنه سبق معنا أن الإحرام من الميقات مستحب باعتبار ما قبله وواجب باعتبار ما بعده. قال جابر فولدت أسماء بنت عميس. أسماء رضي الله عنها هي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كانت حاملا وولدت بمحمد، فمحمد ولد في السنة التي سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين اختلف في نيلهم الصحبة هل هو صحابي أم ليس كذلك، باعتبار أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولد في زمنه. والذي عليه المحدثون أنه ينال شرف الصحبة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الظن. وهذا الاختلاف في محمد بن أبي بكر لما حدث منه رحمه الله تعالى ورضي عنه بعد ذلك. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي، هذا هو الغسل، وهو معروف صفته، صفة الكمال والإجزاء فيه. وقوله استثفري بثوب، هذا يدلنا على التحفظ، فيستحب المرأة إذا كانت حائضا أن تتحفظ لكي لا يلوث الدم بدنها، وهذا يدلنا على أن دم الحائض نجس، وهو بإجماع أهل العلم هو كذلك، بل إن الدم كله نجس ولو لم يكن دم حيض، حكى الإجماع على نجاسة الدم ابن المنذر وابن حزم في المراتب، وقبلهما حكى الإجماع عليه الإمام أحمد. فالدم نجس في قول عامة أهل العلم، وحكي إجماعا حكاه ثلاثة من كبار أئمة العلم رحمهم الله تعالى. وقوله استثفري بثوب، هذه مسألة تعلق بها عموما فيما يتعلق بالحائض، مسألة أصولية
قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تستثفر بثوب، أي تتحفظ، وهذا أمر وأقل الأمر الندب أحواله إن لم يكن الوجوب. ولكن هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ من مفردات مذهب الإمام أحمد أن الأمر يفيد التكرار، وهذا خلافا لقول جماهير أهل العلم، لم يوافقه من الشافعية إلا أبا إسحاق، فإن أبا إسحاق وحده هو الذي قال بأنه يفيد التكرار وحكاه عن بعض الشافعية. وبناء على ذلك فعلى المذهب هذا الاستحباب مستمر، أو الوجوب إذا قلنا لك هي طبعا هو استحباب على المذهب، فإن هذا الاستحباب على الوجوب، على الاستمرار والتكرار، فيستحب لها أن تتحفظ سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، لأن المعنى الذي لأجله كان التحفظ والاستثفار هو لأجل دم الحيض. قوله وأحرمي، أي وأحرمي بالحج، هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها عدد من الأحكام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وقصته معها ثلاث سنن. من هذه السنن أنه يستحب للمحرم الاغتسال، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، ولم يكن الاغتسال واجبا عليها، فمن باب أولى أنه يستحب الاغتسال لغيرها، مع أن المعنى فيه موجود وهو الطهارة ورفع الحدث، مع أن أسماء لا معنى لاغتسالها فإنه لا يرتفع حدثها بالاغتسال. وهذا الذي أخذ به فقهاؤنا أنه يستحب للمحرم في الحج والعمرة أن يغتسل. من سنن هذا الحديث أو هذه الجملة أيضا أن الحائض يشرع ويستحب لها أن تغتسل لإحرامها، ولو لم يكن هذا الاغتسال رافعا للحدث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه معي لهذه المسألة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوضوء والغسل لأحد أمرين غير رفع الحدث، فجاء أحيانا من باب تخفيف الحدث مثل الوضوء لأجل النوم لمن كان جنبا، أو لأجل الأكل، أو لأجل معاودة الوطئ، أو لأجل المكث في المسجد. هذه أربعة مواضع يستحب فيها الوضوء لمن كان جنبا، والوضوء هنا لتخفيف الحدث. العلة الثانية والمعنى الثاني التنظف، فحيث قلنا إنه لا يرفع الحدث هذا الفعل والتطهر، فإنه مستحب للتنظف، وهذا الذي نص فقهاؤنا عليه أنه لأجله شرع الاغتسال للحائض، فإنه مشروع لأجل التنظف لا لأجل تخفيف الحدث. وبناء على أن العلة في حقها إنما هو التنظف لا تخفيف الحدث، فنقول حيث عدمت الحائض التي تريد الإحرام الماء فإنها لا تنتقل إلى بدله وهو التيمم، بخلاف الذي يتوضأ لتخفيف الحدث فإنه إذا عدم الماء تيمم، لأن المعنى موجود في التيمم. وهذه المسألة مهمة، لأن معرفة العلة يترتب عليها أثر البدل، فإن من لم يجد الماء لغسل يوم الجمعة فلا يتيمم، فكذلك الحائض إذا لم تجد الماء لغسلها فإنها لا تتيمم إذا أرادت الإحرام. نص على هذا المعنى والحكم الموفق في الكافي رحم الله الجميع. نعم، هذه هي المسألة الثانية المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء. المسألة الثالثة وهو واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها وأحرمي، هذه الجملة تدلنا على أنه يصح الإحرام من الحائض، وأنه لا يشترط في صحة الإحرام أن تكون المرأة طاهرة، وإنما تشترط الطهارة للطواف بالبيت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فيشمل ذلك الإحرام والوقوف بالمشاعر والسعي وغير ذلك من الأفعال كالرمي ونحوه. قال جابر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذه الجملة مشكلة، حينما قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد،
ووجه الإشكال فيها أن ذا الحليفة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بني فيه مسجد، بل إن المواقيت الخمسة جميعا لم يكن قد بني فيها مسجد، وأما الآن فكل المواقيت الخمسة بنيت فيها المساجد في قرن المنازل وفي ذي الحليفة وفي يلملم وفي الجحفة كذلك، وقد كان مهجورا قرونا طويلة ثم بني مؤخرا، وفي ذات عرق أيضا يبنى الآن مسجد ليكون ميقاتا. فقول جابر رضي الله عنه مسجد، ذكر الشراح منهم ابن رجب رحمه الله تعالى أن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الموضع الذي بني فيه المسجد، فهو من باب تسمية الشيء باعتبار ما آل إليه، فكأن جابرا يقول صلى في هذا الموضع الذي بني فيه المسجد لا أنه كان مسجدا. ومما يدل على أنه لم يكن مسجد أنه قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم نزل تحت الشجرة من السمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم عندها. قال جابر رضي الله عنه ثم ركب القصواء، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب القصواء، وهذه القصواء هي اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت أو تسمى الدابة قصواء إذا كانت مقطوعة الأذن، والنبي لم تكن ناقته مقطوعة الأذن وإنما هي قصواء اسما لا صفة، فهي قصواء من باب الاسم لا الصفة. قول جابر ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، هذا مثال للأفعال الجبلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد مثل بها فقهاء مذهب الإمام أحمد للأفعال الجبلية التي تكون مباحة، وإن كان قد قيل في رواية في المذهب على خلاف المشهور أن الركوب مستحب للمشي إلى مكة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن الاستدلال بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فإن فعله جبلي باعتبار عادة الناس الركوب، فإنه لم يكن قاصدا الركوب من باب العبادة، وقد يقال إن الركوب يستحب لعدم إيذاء النفس والمشقة عليها فقط، وليس المقصود في الوصول لمكة الاستدلال بهذا الحديث، وهذا هو ظاهر استدلال فقهاء مذهب الإمام أحمد. قال حتى إذا استوت به، أي إذا استقلت قائمة واستوت بالنبي صلى الله عليه وسلم على البيداء. المراد بالبيداء جاء عن بعض شراح الحديث وهو القاضي عياض في شرحه لمسلم قال البيداء هو الشرف الذي يكون أمام ذي الحليفة، فهو منطقة أمام ذي الحليفة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الموضع اليسير وما زال في الميقات فأهل حينئذ. قال جابر أهل بالتوحيد، ثم ذكر صفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخره. قول جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن قوله أهل بالتوحيد ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى حينما قامت به راحلته واستوت به على البيداء، وهذا ظاهر حديث جابر، بينما قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل دبر الصلاة، ومثله جاء عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث كيف يكون، فالمذهب المعتمد عند المتأخرين أن الإحرام عقب الصلاة أولى، وإن شاء
أخر الإحرام لحين الركوب، وإن شاء أخره لحين أن تسير به دابته، فيجوز له الثلاثة لورود الحديث بها جميعا، فيكون من باب اختلاف التنوع. وقال بعض فقهاء المذهب وهو القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم في موضع واحد وهو دبر الصلاة، ولكن جابر رضي الله عنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل إلا حينما ركب أو سارت به دابته. ولذا قال القاضي إن حديث جابر ليس معارضا لحديث ابن عمر وابن عباس، بل هو موافق له، وإنما نقل ما سمع وهم نقلوا ما سمعوا كذلك. من فوائد هذه الجملة وهو قوله استوى به حين إذا استوى على البيداء أهل بالتوحيد، في هذه الجملة دليل على استحباب التلبية حين الإحرام، وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة فإنه يرى الوجوب، وأما الجمهور فيرون أنه الاستحباب. وقوله أهل بالتوحيد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل فقط بهذه الكلمة. وذكر الفقهاء مذهب الإمام أحمد المتأخرون أنه يستحب الإتيان مع التلبية بالاشتراط، فيلبي بالحج ويأتي بالاشتراط معه. وذكروا أن الحديث الذي ورد في الاشتراط ليس خاصا وإنما هو عام. لكن هنا مسألة مهمة، هل يلبي قبل الاشتراط أم يلبي بعده؟ ظاهر الحديث أنه يبدأ بالتلبية، لأنه قال إذا استوى أهل، فدل على أنه أول الفعل التلبية، ثم يأتي بعده بالاشتراط، وهذا الذي فهمه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين، بينما فقهاء المذهب يقولون يشترط ثم يلبي، فيقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر ما قاله. الفائدة الأخيرة قوله أهل بالتوحيد، المراد بالتوحيد الجملة التي سيريدها المصنف بعد قليل وهي التلبية، وهذا يدلنا على أنها تدل على إفراد الله بالعبادة جل وعلا. هذه الجملة وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذه صيغة التلبية، سميت تلبية من اللبي وهو اللزوم، فكأنه يقول لزمتك يا ربي، وقيل إنها سميت تلبية من باب التثنية، فإنه يقولها مرة بعد مرة لبيك اللهم لبيك فيكررها، فلذلك سميت كذلك. ومعنى التلبية ومنها قوله لبيك هو إجابة الدعوة، لأن الله عز وجل قد دعا الناس إلى بيته وأمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، فهذه دعوة الله عز وجل التي دعا إبراهيم الناس إليها. وقيل إنها ليست دعوة إبراهيم بل هي دعوة محمد، حينما أمر الله عز وجل محمدا أن ينادي في الناس بالحج، فتكون حينئذ أيضا كذلك. إذن أصبحت إجابة لدعوة الله، أو دعوة إجابة لدعوة إبراهيم، أو إجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر البهوتي في الكشاف أن الأشهر عند المتأخرين أنها إجابة دعوة الله عز وجل، إذ إجابة دعوة إبراهيم ومحمد تبع لإجابة دعوته سبحانه وتعالى بالحج. هذه الصيغة التي جاءت في حديث جابر أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الصيغة بعينها، وعلى المذهب فإن هذه الصيغة مستحبة وغيرها من الصيغ مباحة وليست مستحبة، فإنما يستحب ما جاء من حديث جابر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها وكررها، وأما غيرها فقد جاءت عن أصحابه كابن عمر وغيره. والسنة في هذه
التلبية أن تكون ثلاث جمل، فيوقف على رأس كل جملة منها، لقول عائشة رضي الله عنها: لبى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن تقسمها أثلاثا، فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. فتكون التلبية في أول كل واحد من الكلمات الثلاث. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، والمراد بالركن هنا الركن الذي هو الحجر الأسود، إذ هو أحد أركان البيت الأربعة، وأركان البيت أربعة، إذا أطلق الركن فهو الركن، ركن الحجر الأسود، ثم يليه لمن أراد أن يطوف بالبيت الركن الذي يسمى بالشامي ويسمى بالعراقي، فبعضهم يسميه الركن الشامي وبعضهم يسميه الركن العراقي وبعضهم يسميه الشامي والعراقي، وهذا من جهة الحطيم. والركن الثالث هو الركن اللي يسمى بالركن الغربي لأنه من جهة المغرب. والركن الرابع يسمى بالركن اليماني. والركن الأول والرابع يسميان تجوزا بالركن باليمانيين. إذن فالذي استلم هو الحجر الأسود، وسيأتي تفصيل أحكامه إن شاء الله. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وسيأتي تفصيل أحكام الرمل والمشي بإذن الله. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. قوله ثم أتى مقام إبراهيم أي جعل المقام بينه وبين البيت، وهذا بهذه الصيغة قد جاءت في بعض ألفاظ حديث جابر: جعل المقام بينه وبين البيت. وما هو المقام؟ مقام إبراهيم هو حجر. هذا الحجر كان مقاما لإبراهيم، قيل لأنه كان يجعله تحت قدميه إذا أراد أن يرقى في بناء الكعبة، وقيل إن هذا الحجر جعله إبراهيم مستندا له لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وأما أثر القدمين فيه فقد ذكر كثير من المؤرخين أنها ليست أقدام إبراهيم عليه السلام، ذكره بعض المؤرخين، عفوا قلت كثير من المؤرخين، إنما بعض المؤرخين أنها ليست أقدام إبراهيم لأن المنقول عند الأوائل لم يكن فيه ذلك الأثر، ذكر ذلك بعض المؤرخين ولا أدري عن صحة ذلك. وقال بعضهم، نقل ذلك في بعض كتب التاريخ، أن مقام إبراهيم ليس الحجر وإنما الموضع، وبناء عليه فمقام إبراهيم هو الموضع الذي صلى فيه. إذن مقام إبراهيم أحد أمرين: إما هو موضع وإما هو حجر. وفائدة الثمرة في التفريق بين الموضع والحجر أن هذا المقام قد أخر عن مكانه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون. فهل نقول إن الموضع الذي يستحب الصلاة فيه المقام باعتبار مكانه حيث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم باعتبار مآله حيث انتقل أو نقل في عهد عمر رضي الله عنه؟ ومثله يقال: لو أخر المقام عن هذا المكان، هو لم يؤخر لكن لو أخر، فإنه يقال بين الفينة والأخرى: لما لا يؤخر المقام عن مكانه؟ فربما يأتي زمان فيفتي المفتون في وقتهم بتأخيره عن مقامه، فمحل البحث فيه هو ذلك: هل السنة أن تكون خلف الحجر أم السنة في الموضع؟ وظاهر المذهب أن المراد، وقولوا بالظاهر لأني لم أجد لهم تصريحا صريحا فيه، أن مرادهم بالمقام إنما هو الحجر. إذن الحجر هو مقام إبراهيم الذي يستحب الصلاة فيكون بين يدي المصلي أو بينه وبين الكعبة. بعض أهل العلم كما جاء عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بمقام إبراهيم قال هي جميع المشاعر، فقال ابن عباس رضي الله عنه: من صلى في أي موضع من مكة فقد اتخذ مقام إبراهيم مصلى. وجاء عن مجاهد أنه قال: عرفة ومزدلفة ومنى، أدخل عرفة مع أنها خارج الحل لكنها من المشاعر، قال: كلها مقام إبراهيم. هذا الأثر على ابن عباس نستفيد منه فائدة، وإن كان فقهاء لم يأخذوا به، أنه حيث ضاق الأمر فإنه يتسع، فإن من لم يمكنه أن يصلي خلف المقام لزحام ونحوه فإنه يصلي في أي موضع شاء،
وتتحقق له السنية أخذا بقول ابن عباس رضي الله عنه. وهناك فرع عند أهل العلم أن الأمر إذا ضاق اتسع، والأمر والقول الضعيف يصار إليه عند الضرورة بمعنى الحاجة العامة، حيث لم يمكنك أن تصلي خلف المقام فصلي حيث شئت من الحرم أو من مكة، فإنك مأجور على ذلك بإذن الله عز وجل. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذه الجملة قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه فيها دليل على استحباب ختم الطواف باستلام الحجر، فإنه إذا طاف الطائف بالبيت ثم صلى ركعتين فإنه يستحب له بعد صلاة الركعتين أن يرجع إلى الركن اليماني وأن يستلمه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام المتأخرين، أن هذا الفعل مستحب في كل طواف، سواء كان الطواف طواف قدوم أو كان عمرة أو طواف وداع أو غيرها، فكل طواف يستحب فيه أن يصلى بعده ركعتان وأن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين، وهذا ظاهر كلامهم، لأن هناك بعض الأحكام متعلقة بطواف القدوم فقط كما سيأتينا إن شاء الله. قال جابر: ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا. هذه مسألة سأقف معها قليلا. قوله ثم خرج من الباب، المراد بالباب باب الصفا، وهذا الباب كان موجودا إلى عهد قريب، فكان موجودا بين المطاف وبين الصفا إلى أن جاءت التوسعة عام 1370 تقريبا أو بعدها بسنة أو سنتين، فدخل الصفا في الحرم، فلم يكن هناك، أزيل هذا الباب ثم جعلوا بابا موازيا له خلف الصفا يسمى بباب الصفا. إذن باب الصفا أزيل بالكلية ولم يبق له أثر. عندنا هنا مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من هذا الباب والمقصد هل هو سنة؟ العلماء يقول نعم هو سنة الدخول للصفا من هذا الباب، لكن في وقتنا هذا ما الذي تتحقق به السنية؟ انظر معي، هو سنة كما نص عليه الفقهاء، لكن في وقتنا ما الذي تتحقق به السنية؟ هل يقصد المرء يخرج من الحرم ويدخل مع باب الصفا المعروف الآن الذي هو خلف الصفا؟ نقول لا، ليس ذلك. نقول الظاهر والعلم عند الله أن هذه السنة سقطت وفات محلها لسببين. السبب الأول أن الدخول للصفا أو الخروج عفوا أن الخروج من الحرم من باب الصفا حيث كان المسجد أو حيث كان المسعى أي بين الصفا والمروة خارج المسجد، فتحتاج أن تخرج من المسجد لتذهب إلى المسعى، وأما الآن وقد صار المسجد حاويا للمسعى كاملا الصفا والمروة بل وما خلفهما داخل في المسجد، فإنه في هذه الحالة نقول إن سنية الخروج من المسجد من باب الصفا سقطت لفوات محلها، والقاعدة عند أهل العلم أن السنن إذا فات محلها فإنها تسقط، فحينئذ لا فائدة للخروج من المسجد بعد الطواف من باب الصفا. السبب الثاني أن العلماء عللوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفا، قالوا لكونه أقرب إلى المسعى، وعلى ذلك فإن الوصول للمسعى الآن سهل من أي طريق بل في داخل المسجد، فتذهب للمسعى من أقرب طريق يوصلك إليه. نعم. قال طبعا، وهذا الكلام أيضا يقال في قصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد من باب بني شيبة. الرسول دخل من باب بني شيبة وخرج من باب الصفا. باب بني شيبة أيضا كان موجودا في المسعى إلى توسعة 1370، يعني تقريبا قبل 70 سنة أزيل باب بني شيبة. باب بني شيبة أصبح جزءا من المسعى، جزءا من المطاف، وبناء عليه فنقول إن المكان ليس مقصودا الدخول معه في هذا الوقت، ولا نقول إن باب السلام يوازيه، لأن الحقيقة ليست موازاة من باب المسامة، وإنما لو قلنا فنقول الجهة فيدخل من جهة التي تكون من جهة باب بني شيبة لا بابا معينا، فكل تلك الجهة تكون كذلك.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من دخولهم باب بني شيبة تكريم بني شيبة، وقد ذهب هذا المقصد. نعم. قال: ثم دنا من الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قوله فلما دنا من الصفا أي من جبل الصفا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بيان لفعل، وبيان الفعل يأخذ حكمه، فدل على أنه مندوب، وهذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون مندوبة. لكن طبعا هو ليس بيان للواجب، وإنما هو منفصل عن الواجب، لأنه ليس من السعي، ليس من صفة السعي، وإنما هو متقدم عليه. ولذلك قلت لكم إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تحمل على الندب أو الوجوب، والمذهب أنها محمولة على الندب ما لم تكن بيانا. وهذا نص الفقهاء على استحبابه، وهو قراءة هذه الآية. وقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، هذا لفظ مسلم، وفي لفظ عند أهل السنن: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذه الجملة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بتقديم ما كان في كتاب الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم أظن في البدائع أو في غيره نسيت الآن نحو من 4 أمثلة أو أكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يوافق آيات كتاب الله عز وجل فيها. وهذا يدلنا على أن نظم كتاب الله عز وجل وترتيب الآي فيه مقصود، وهو داخل في عموم إعجازه. كما أن هذه الجملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يدلنا على أن الترتيب واجب في السعي بين الصفا والمروة، وبناء عليه فمن بدأ بالمروة قبل الصفا فإن أول شوط لا يحسب. قال: فرق الصفا، ورقي الصفا مندوب إليه وليس واجبا، وإنما الواجب استيعاب ما بين الجبلين. وقد ذكر الفقهاء أن ضابط استيعاب ما بين الجبلين أن يلزق كعبه بأسفل الجبل من الصفا، ثم يسعى بين الجبلين حتى إذا وصل المروة ألصق كعبه بأسفله. وقولهم ألصق كعبه أي جعل ظهره إلى الجبل لكي يكون قد استوعب أقل ما بين الجبلين. وفي وقتنا هذا الجبل جزء كبير منه قد غطي، وحده احتاطوا فيه، طبعا كامل الجبل موجود تحت هذا البلاط، ولكن احتاطوا له فجعلوا حدا، فبينوا الحد الذي ينتهي له طرف الجبل، واحتاطوا له بمتر أو بمترين أو أكثر نسيت الآن بالضبط. الجبل القديم قبل التوسعة الأخيرة كان قد غطي بعض الدرجات. كيف العلماء يعرفون جبل الصفا والمروة؟ يعرفونه بالدرجات، بعدد الدرجات التي فيه. طيب. قال: حتى إذا رأى البيت. أخذ العلماء من هذه الجملة وهو المذهب أنه يستحب رقي الصفا حتى ينظر إلى الكعبة وأن يستقبلها، فيستحب النظر إلى الكعبة إن أمكنه ذلك، وأما الآن فتوجد جدر. قال: فاستقبل القبلة، أي فيستحب استقبال القبلة عند رقي الجبل الصفا وجبل المروة كذلك. قال: فوحد الله وكبره. قوله وحد الله والتهليل، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسيأتي صفته بعد قليل. وقوله وكبره أي قول الله أكبر. الفقهاء يقولون يكبر ويهل، فقدموا التكبير على التهليل. وظاهر كلامهم أن التكبير ليس مستحب تقديمه، بل يجوز تقديمه على التهليل، ويجوز تقديم التهليل عليه. وعلى ذلك فيكون قول جابر فوحد الله وكبره إما محمول على أن الواو لا تقتضي الترتيب، أو أنه أراد أن يبين أن التكبير مقدم فذكر صفة التوحيد بعد التكبير حينما قال وقال لا إله إلا الله. وهذا وجه استدلال الفقهاء حينما قالوا يكبر ويهلل، وإن كان ظاهر كلامهم عدم وجوب التكبير. نعم. صفة التكبير قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا التهليل لفظاني وليس لفظة واحدة. نبدأ بالأول وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن أغلب الأحاديث وأكثر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس فيها زيادة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإنما فيها الاقتصار على لا إله إلا الله وحده فقط دون زيادة لا شريك له إلى آخر الجملة. أيضا ما يتعلق بهذه الجملة أن فقهاء المذهب في أكثر كتبهم في الإقناع وفي المنتهى وفي المقنع وفي غيرها يزيدون في التهليل جملتين، فيقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذه الزيادة التي أوردوها ليست في الكتب الستة، وإنما معتمدهم على زيادتها ما نص عليه أحمد في رواية المروذي، فإن أحمد في رواية المروذي فيما نقل عنه قال يقول على الصفا ذلك، وذكر هذه الزيادة، فربما كانت ثابتة عند أحمد إما من مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول غيره، لأن أحمد استحب أن يدعو على الصفا ويهلل بدعاء ابن عمر وغيره. وهنا فائدة، المقدم من أصحاب أحمد عموما عند الخلال أبو بكر المروذي، فقد نص أبو بكر الخلال على أن المروذي هو المقدم من أصحاب أحمد جميعا على كلهم في الفقه وفي غيره، ولذا فإن بعضا من الألفاظ التي ينقلها المروذي هي المعتمدة وخاصة في صيغ الأدعية. التكبيرة الثانية هي لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، واختلفت الروايات فيها. هذه الجملة تفيدنا على أن تكبير النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتهليله مرتين، أليس كذلك؟ جاء في بعض الطرق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا، فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل مرتين فيقول لا إله إلا الله وحده باختلاف الصيغ، ثم يأتي بالتهليل بعده. إذن جاء عندنا في التكبير على الصفا والمروة صيغتان، تكبيرة وتهليلين، وثلاث تكبيرات وتهليلين، وكلاهما مشروع كله جائز. وما قدمه الشيخ تقي الدين وغيره هو أن يكون التكبير ثلاث مرات، هذا ظاهر ما قدمه في المنتهى. طيب انظر معي، قال ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك، عندنا في قوله ثم دعا بين ذلك هذا يدلنا على أن الدعاء على الصفا والمروة مستحب حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الدعاء مستحب فيه رفع اليدين، إذ رفع اليدين مستحب في مواضع، منها على الصفا ومنها على المروة ومنها في يوم عرفة ومنها عند الجمرة الوسطى والصغرى ومنها عند المشعر الحرام، فهذه مواضع رفع فيها اليدين. المسألة الثالثة وهو موضع الدعاء على الصفا مقارنة بالتكبير والتهليل، هذا فيه طريقتان. الطريقة الأولى ظاهر كلام المتأخرين أنه يكبر ويهلل ثم يدعو بعدها، هذا الذي ذكروا، قالوا يكبر ويهلل ثم يدعو فيكون الدعاء بعد ذلك. وذكر الشيخ تقي الدين إن حديث جابر جاء في بعض طرقه التي احتج بها الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهلل ثم دعا، ثم كبر وهلل ثم دعا، ثم كبر وهلل، قال إن أحمد احتج بذلك بهذا الحديث بهذه الصيغة، وعلى ذلك فيكون الدعاء كم مرة؟ يكون مرتين. ثم استنبط الشيخ قال وعلى هذا الحديث استدل به أحمد قوله كبر ثم هلل، أي كبر مرتين، كبر ثلاثا ثم هلل مرتين ثم دعا مرة، ثم كبر ثلاثا وهلل مرتين ثم دعا، ثم كبر ثلاثا ثم هلل مرتين ثم دعا، فيكون التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتين. وأما المجموع يعني باعتبار التكبير متصل واحد فيكون قد كبر ثلاثا وهلل ثلاثا ودعا مرتين في طياتها. الأمر الأخير في هذه الجملة أن هذا الدعاء مستحب فيه أمران، الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق، والدعاء المطلق لأن قوله ثم دعا بين ذلك يشمل كل دعاء منه الوارد ومنه غيره. قاله قال مثل ذلك ثلاثا، هذا الجملة ذكرناها قبل قليل، يعني قوله قال ذلك ثلاثا يعني به التكبير والتهليل،
التكبير والتهليل، ومر معنا أن هناك صيغتين في كيف يكون ثلاثا، فالمشهور عند المتأخرين أنه يأتي بها ثلاثا التكبير والتهليل ثم يدعو، والذي فهمه الشيخ تقي الدين من كلام أحمد أن يكون الدعاء مرتين في طياتها. قال: ثم نزل إلى المروة، طبعا قوله قال مثل ذلك يعني التكبير والتهليل، ثم نزل إلى المروة أي نزل من الجبل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي أي ما بين المسعى بين الصفا والمروة سعى. قوله انصبت قدماه في بطن الوادي، المراد ببطن الوادي هنا ما كان بين العلمين، وهما علمان معروفان الآن باللون الأخضر، فهما بين العلمين. قوله سعى هذا الذي ثبت في حديث جابر، وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب أغلبهم أنه يستحب بين العلمين وهو بطن الوادي السعي الشديد، فزادوا كلمة الشديد ليفرقوا بينه وبين الرمل، فإن الرمل لا سعي شديد فيه. والرواية الثانية وهي التي ذهب إليها الخلال أنه يستحب في بطن الوادي بين العلمين أن يرمل، لأنه قد جاء في ألفاظ حديث جابر هذا عند أبي داود: حتى إذا كان في بطن الوادي رمل. ولكن لفظ الصحيحين مقدم، وهو الذي اعتمده المتأخرون بل غالب فقهاء المذهب، فرأوا أن السنة إنما هو الرمل، لا عفوا، أن السنة هي السعي الشديد للرمل. طيب، قال: حتى إذا صعدتا مشى، يعني تجاوز بطن الوادي، يعني صعدت أي قدماه من بطن الوادي وارتفعوا هما بين العلمين حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، والمستحب هو الرقي والتكبير والتهليل والدعاء، كل هذا مشروع، ومن الدعاء يستحب أيضا رفع اليدين فيه. قال: وذكر الحديث، هذا من المواضع التي اختصرها الحافظ. قال: وفيه، أي وفي حديث جابر، فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من يوم ذي الحجة، سمي تروية قيل لأن الحجيج يروون الماء فيه، حيث أن عرفة لا ماء فيها ولا آبار، وقيل إنها تروية لأن إمام المسلمين يروي للناس أفعال مناسكهم، وبناء على ذلك فاستحب لمن كان طالب علم مع الناس في الحج أن يبين لهم أحكام الحج في يوم الثامن، وهذا أحد القولين في معنى تسمية يوم التروية. ويوم التروية كل أفعاله سنة، ليس فيه شيء واجب، حكى الإجماع عليه الكرماني، فقال: كل أفعال يوم الثامن سنة وليس فيه شيء واجب. ومن السنن ما جاء في هذا الحديث، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء. أول شيء يستحب معنا، يستحب أن المرء يحرم، أن يحرم، يستحب أن يحرم المرء في اليوم الثامن، هذا الفعل الأول الذي يستحب في يوم التروية. الأمر الثاني يستحب أن يكون الإحرام في مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه يستحب الخروج إلى ميناء في اليوم الثامن، وهو يوم التروية بعد الإحرام. والأمر الخامس أنه يستحب التبكير في الخروج إلى ميناء حتى يدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها، كل هذه مستحبة في اليوم الثامن. نعم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء، طبعا في مسلم: فأهلوا بالحج، هذه حذفها الحافظ، ربما السبب في ذلك لأنه قد ثبت من حديث جابر أنه قال: أهللنا بالحج من الأبطح، والأبطح مختلف أين مكانه الآن، والأقرب أنه قريب من قصر السقاف، فقوله فأهللنا بالحج لا يدل على أنهم أهلوا بالحج في ميناء، وإنما أهلوا قبله، وإنما أتوا ميناء بعد ذلك. قال: وركب النبي صلى الله عليه وسلم، أي في ذهابه إلى ميناء، فصلى بها أي بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذه مما نص فقهاء على استحباب صلاتها في ميناء في اليوم الثامن وأول التاسع. قال: ثم مكث قليلا أي بعد الفجر حتى طلعت الشمس، وهذا مستحب أنه يمكث قليلا وألا يبادر بالذهاب والانتقال إلى عرفة. قال: فأجاز حتى أتى عرفة، طبعا هنا المصنف حذف بعضا من جزء الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح.
قوله فأجاز إلى عرفة معنى أجاز أي تجاوز مزدلفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب من منى إلى عرفة ذهب من طريق هو يسمى بطريق ضب، حيث جعل مزدلفة على يساره ولم يمر بمزدلفة، وهذا الطريق معروف الآن وهو الطريق الذي يسمى بالطريق أظن يسمونه بالطريق الرابع الذي يكون خارج مزدلفة ولا يمر عليها، وهو الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى طريق ضب. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة خارج عرفة، فنزل بها أي نزل بهذه القبة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء وهي دابته عليه الصلاة والسلام فرحلت له، فأتى بطن الوادي أي الذي أسمى وادي عرنة، فخطب الناس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في هذا الموضع، وأخذ منه العلماء أنه استحب لمن يقوم بالخطبة في ذلك الموضع وهو الإمام أو نائبه أن ينص في تلك الخطبة على تعليم الناس مناسكهم، فيعلم الجاهل ويذكر العالم، لأنه ربما نسي بعض أحكام الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة وغير ذلك. قال ثم أذن وأقام فصلى الظهر، ثم أذن فصلى العصر، هذه الجملة تدلنا على مسائل، منها استحباب صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، المسألة الثانية أنهما وكذلك كل صلاة تجمع يستحب لها أذان واحد بإقامتين فلا يستحب تكرار الأذان لهما. نعم، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما قصرا، والعلة عند فقهائنا في قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا لعلة السفر، وبناء عليه فالمعتمد في المذهب وهو الأظهر دليلا أن أهل مكة يصلونها تامة، وهل يجمعون أم لا؟ ظاهر كلامهم أنه لا جمع كذلك، فأهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون ولا يقصرون. نعم، إذن فالجمع هنا لعلة السفر وليس لعلة النسك كما قال الحنفية، وهو أيضا رأي الشيخ تقي الدين لكنه خالف المذهب في مقدار السفر. قال ولم يصلي بينهما شيئا، هذا يدلنا على أن المجموعتين لا يشرع الصلاة بينهما بالفصل، أخذ منه فقهاؤنا مسألة مشهورة جدا وهو أن من فصل بين صلاتين مجموعتين فليس له أن يصلي الثانية إذا كانت الصلاة جمع تقديم، بل لا يجوز له أن يفصل بينهما بسنة ولا بكلام، فلو فصلهما بكلام لم يصح جمع التقديم وإنما يصح جمع التأخير. وأما الرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين فإنه يصح الفصل بينها بكلام أو فصل طويل ونحو ذلك، والقاعدة فيها ومرت معنا أكثر من مرة أن المذهب هو أن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة حكما، وعلى الرواية الثانية أن الجمع هو جمع للوقتين حتى يكون كالوقت الواحد حكما فيجوز الفصل بينها حينئذ. قال ثم ركب أي النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى أتى الموقف وهو المراد به عرفة، وهذا يدلنا على أن الوادي ليس منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات هذه قريبة من جبل عرفة المعروف بجبل الرحمة، وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ بن جاسر في منسكه أن هذه الصخرات لم يبين أحد من المتقدمين موضعها، ثم استظهر هو رحمه الله تعالى أنها جنوب الجبل، جنوب جبل عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة، والوقوف عند الصخرات سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظاهر كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده فهو مقصود وليس جبليا أو عاديا، وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا أن الوقوف عند الصخرات سنة. طيب نعم، قال فوقف عند الصخرات، طبعا الوقوف عند الصخرات قلنا أنه سنة، صفته قالوا أن يقف عندها ويجعل حبل المشاة أمامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل حبل المشاة بين يديه أي أمامه،
قيل إن حبل المشاة بالمهملة حبل بمعنى الطريق الذي فيه رمل، وهذا قد اختفى منذ زمن. وقيل إنه بالمعجمة أي جبل المشاة، وعلى ذلك فيكون هو جبل الرحمة، فيكون مستقبل جبل الرحمة. نعم نعم. قال القاضي عياض إن الأولى جاء جبل وحبل، والحبل بالمهملة هو الأفصح. نعم تفضل. نعم. قول جابر رضي الله عنه جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، هذا فيها صفتين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقف عند الصخرات، وقلنا إنه مستحب لظاهر أن ظاهر الحديث يدل على قصد النبي صلى الله عليه وسلم له. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات راكبا، لكن الفقهاء قالوا إن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا، وبناء عليه فقالوا إن الوقوف عند الصخرات مستحب سواء كان واقفا أو كان راكبا، لا فرق بينهما، ففرقوا بين الصخرات فقالوا إنه مستحب، وبين قوله وبين كونه راكبا للناقة فقالوا إنه ليس بمستحب، وإنما لموافقة الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا أن ركوب الناقة في الحج كله إنما هو من باب الأفعال العادية وليس من باب الأفعال المشروعة، وقد ذكرت هذا في أول حديث. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الوقوف على القدمين متأكد في عرفة، وخاصة في آخر النهار حينما يدعو المرء في يوم عرفة. ويوم عرفة أعظم ما يشرع فيه أمران: الدعاء لله عز وجل وخاصة في آخر النهار، والأمر الثاني ذكر الله عز وجل والتهليل: أفضل خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا يدلنا على أن هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة على فضله فإنه لا يشرع فيه مطلق العمل، بدليل أن صلاة النافلة فيه منهي عنه يوم عرفة، لأن الحجيج قد جمعوا جمع تقديم، ومن جمع جمع تقديم فيكون وقت النهي في حقه قد دخل من أول النهار. إذن فهذا اليوم أكثر ما يشرع فيه هذان الأمران. وكان بعض السلف يستحب في هذا اليوم الندم والبكاء والخشية والتضرع لله عز وجل. إذن فهذه الأمور الثلاث هي أفضل ما يتأكد فيه. ومن شدة الدلائل الدالة على الخشية والتضرع أن يكون المرء واقفا مادا يديه عند دعائه الله عز وجل، وهذه هيئات. نعم. قال حتى غربت الشمس، هذا يدلنا على لزوم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس لمن كان واقفا فيها. والفقهاء يقولون إنما يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة، من وقف بعرفة نهارا وجب عليه الجمع بين الليل والنهار. وخطأ عبارة من قال إن من وقف بالنهار وجب عليه أن يمتد وقوفه إلى الغروب، لأنه إذا خرج ثم رجع في الليل فقد صح وقوفه ولا دم عليه. قال وذهبت الصفرة قليلا، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في أول غروب الشمس بعد غروبها تماما، بعد ذهاب الصفرة قليلا لا كمال الصفرة. قال حتى غاب القرص، وهذا يدلنا على عند تمام الغياب، طبعا جاء بعد ذلك في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بعد ذلك. قال ودفع أي دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وقد شنق للقصواء الزمام. شنق أي ضم على هيئة من يشنق الرقبة ويذبحها من شدة ضمها إلى جذعها، والقصواء هي دابته عليه الصلاة والسلام. الزمام الذي ربطت به حتى إن رأسها أي رأس دابته عليه الصلاة والسلام لا يصيب مورك رحله. مورك الرحل قال هو المخدة التي تجعل في أول الرحل، يجعل عليها الراكب قدميه إذا تعب من جعلهما في الركاب، فهي مخدة تجعل في أول ركابه وتجعل في المقدمة، مخدة صغيرة أو تشبه المخدة الصغيرة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على شدة شنقه عليه الصلاة والسلام لدابته ورغبته في عدم الإسراع. وهذه فيها نكتة، أن المرء إذا خرج من عرفة كما يرى من الحجيج أنهم يستعجلون استعجالا كبيرا جدا، وهذا يدل على أن القلب ليس أو أن القلب مستعجل لحظوظ الدنيا لأنه يرغب بالراحة. والسنة أن المرء إذا قضى نسكه في عرفة
أن تكون عليه السكينة وأن لا يستعجل، بل يمشي براحته، فإن بقاءه بهذه الهيئة سنة وهي علامة توفيق بإذن الله. قال: ويقول بيده اليمنى، أي يشير بيده: يا أيها الناس علي السكينة السكينة، أي عليكم السكينة السكينة وعدم الإسراع والمزاحمة. قال: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها. الحبل ذكر في شرح الخرقي أن المراد به المستطيل من الرمل، ومعنى المستطيل أي التل الصغير من الرمل، الرمل الذي يكون ضخما، إذ لا رمل رقيق في مكة، وإنما يكون من حجارة أو رمال ضخمة. قال: أرخى لها قليلا حتى تصعد، أي تصعد هذا التل اليسير، حتى أتى المزدلفة وهو موضع معروف، فصلى بها المغرب والعشاء، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بها جمع تأخير، أي بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. ولذا استحب العلماء أن يكون الصلاة في أول وقتها أفضل، قالوا: إلا في المزدلفة فيستحب التأخير. وهذا الكلام إنما يتصور حينما كان الناس ينتقلون من عرفة إلى مزدلفة بالمشي أو بالركائب، وأما الآن فالناس يصلون إلى مزدلفة في أول الوقت، وخاصة من ينتقل بالقطار. ولذا قد نقول في تصحيح عبارة الفقهاء: إنه يستحب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة عند الوصول، لا مطلق التأخير، وهذا أدق، وخاصة في وقتنا الآن، فإن كثيرا بل ربما نصف الحجيج أو أكثر يصلون إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء، فلا يستحب التأخير في حقهم. قال: بأذان واحد وإقامتين، وتقدم الحديث عنها، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا. قال: ثم اضطجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. قوله ثم اضطجع، هذا الاضطجاع يدلنا على أمرين: على المبيت وعلى النوم. فأما المبيت بمزدلفة فقد أخذ منه الفقهاء أنه واجب، وسيأتي دليله بعد ذلك، وأما النوم فقالوا إنه ليس بواجب، وإنما هو من صفة الحال، قد ينام وقد يجلس يقرأ قرآنا، بل إن المرء قد لا يأتيه النوم إذا كان ممن يستنكر الأماكن. طيب، المسألة الثانية عندنا في قول جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر. جاء بعض أهل العلم وهو ابن القيم فقال إن جابرا لم يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في تلك الليلة، فدلنا ذلك على أنه لا يشرع الوتر في ليلة جمع وهو ليلة العيد، ودليله واضح حيث لم يذكر جابر ذلك، وقد عني بذكر كل شيء من أفعاله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز يرى رأي ابن القيم في أول أمره إلى آخر سنيات من حياته، فقد رجع عن قوله هذا ورأى أنه يشرع قيام الوتر. ومما يدل على أنه يشرع الوتر ليلة جمع أن جابرا نفى الصلاة بين المغرب والعشاء ولم يتكلم عن الصلاة بعد العشاء، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لنفاها، وعدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها بخلاف الصلاة بين المغرب والعشاء فقد نفاها. وهذه مسألة يعني مختلف فيها، والظاهر الوتر هو الأقرب. وأيضا من مناسبة أنا ذكرت مسألة تكلمت لكم قبل قليل صفة التكبير على الصفا، وأن الفقهاء زادوا جملا خلاف الصحيح أو خلاف ما روي في الصحيح، بل إن أكثر الرواة لم يزيدوا تلك الزيادات. الشيخ كان يذكر يعني أن كل هذه الصيغ جائزة من باب اختلاف التنوع، وأنه لا استحباب لأحدها على الأخرى، وهذه يعني مما ذكره في آخر سنة قبل وفاته أو قبلها بسنتين ربما. نعم، أين وصلنا؟ قال ثم حتى طلع الفجر وصل الفجر، أي وصل الفجر بالمزدلفة. قال وصل الفجر حين تبين له الصبح. هذه الجملة تدلنا على أنه استحب في ليلة مزدلفة التغريس بصلاة الفجر وهو تأخيرها حتى يبدأ السفر. والتغليس هنا ذكر ابن القيم ذكر الشيخ الإسلام أنه مستحب في ذلك الموضع. قال بأذان وإقامة ثم ركب أي دابته حتى أتى المشعر الحرام.
هنا مسألة مهمة جدا، ما هو المشعر الحرام الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرب الأقوال أن المشعر الحرام هو جبل صغير اسمه جبل قزح بفتح القاف والزاي، وهذا الجبل هو جزء من المسجد المبني في المزدلفة، ليس هو المسجد كامل بل هو جزء منه. وقيل وهو قول الموفق بن قدامة أن المشعر الحرام هو كل المزدلفة. طيب، قال فاستقبل القبلة في الدعاء فدعاه أي دعا الله عز وجل وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا يدعو الله عز وجل حتى أسفر. قوله أسفر قيل إن الضمير يعود إلى الفجر، وقيل إن الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل. وقوله أسفر جدا أي أسفر إسفارا شديدا. قال فدفع أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة. قال حتى أتى بطن محسر، بطن محسر معروف وادي يكون بين مزدلفة ومنى. قال فحرك قليلا أي أسرع بدابته. هذا التحريك استحب العلماء أن المرأة إذا وصل إلى بطن محسر أن يسرع في المشي، قالوا بقدر رمية حجر. وتعبيرهم برمية الحجر أو رمية بحجر استدلوا بهذا التقدير بما جاء في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا وصل إلى وادي محسر أسرع رمية بحجر. ومعنى رمية بحجر أي أنك إذا رميت حجر فالمسافة التي تصل إليها هي المسافة التي تسرع فيها فقط، لا ما زاد عنها. وهذا يدلنا على أن وادي محسر ليس واديا كبيرا وإنما هو واد صغير، فقد يسمى الشعب واديا. والعلة في الإسراع فيها لسببين، ذكر هذين السببين الشافعي ونقلها في المبدع. قيل إن الإسراع لأنها موضع حبس فيه يعني من أراد هدم الكعبة، فيكون حينئذ مأوى للشياطين فاستحب الإسراع فيه. وقيل إن الإسراع إنما هو لأنه مكان ناسب الإسراع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فيه سعة لأنه وادي فالناس انتشروا فيه، وبناء على ذلك إذا قلنا إنه موضع سعة فيكون حكمه كحكم غيره، حكمه كحكم غيره بالتعليل الثاني وهو تعليل ذكره الشافعي ونقله المتأخر. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع الطريق الوسطى للجمرة الكبرى، فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه يقصد من مزدلفة الجمرة الكبرى فيكون أول ما يفعل به، أول ما يبدأ به من الأفعال في يوم النحر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الطريق الوسطى، وقد استحب علماؤنا فيما نصوا عليه في كتب المتأخرين استحباب سلوك هذا الطريق بعينه وهو طريق الوسطى. وطريق الوسطى هو قريب من طريق المشاه المعروف الآن، وهو الطريق الذي كان يسمى بل ما زال يسمى بسوق العرب، الذي يعني بجانب طريق المشاه. إذا دخلت منى على يمين طريق المشاه بمسافة قصيرة، هذا هو الطريق الوسطى. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، هذه الجمرة تسمى جمرة العقبة، كانت عندها شجرة ثم زالت هذه الشجرة منذ زمن طويل، بل كانت هذه الجمرة عندها جبل، وهذا الجبل أزيل في عام 1370 أو بعده بقليل، جبل يسمى العقبة فكانت بجانبه. ثم إن هذا الجبل لما أزيل قبل 60 سنة وقبل 70 سنة بني مكانه جدار، وكان المشايخ يفتون أن من أراد أن يرمي فلا يرمي من جهة الجدار وإنما يرمي من الجهة الأخرى. ثم بعد ذلك أفتوا بأن طبعا بناء على أن العلماء يقولون ولا يجوز الرمي من فوق الجبل وإنما يكون مستقبلا لها مستدبر القبلة. ثم بعد ذلك أزيل هذا الجدار وهو الصحيح أنه لا أثر له، فيجوز الرمي من جميع الجهات، وهي الجمرة المعروفة الآن تسمى جمرة العقبة أي الجبل أو الكبرى. قال فرماها بسبع حصيات، وسيأتينا حكم الرمي، يكبر مع كل حصاة منها، سيأتينا تفصيله إن شاء الله، كل حصاة مثل حصى الخذف. معنى الخذف قيل أنها بمقدار الأنملة
أي طرف الأصابع وهو قول عطاء، وقيل إنها أصغر من الأنملة طولا وعرضا وهو تفسير الشافعي وهو الذي اعتمده فقهاء مذهب أحمد. قال رمى من بطن الوادي أي ولم يرم من فوق الجبل، ثم انصرف إلى المنحر وهو الفعل الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر أي هديه، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت أي طاف طواف الإفاضة فصلى بمكة. رواه مسلم مطولا والمصنف رحمه الله تعالى اختصره. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء الأحاديث الباقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.